تحدثنا عن المطعم التركي. المطعم التركي ما سمى به بفترة انتفاضة تشرين بجبل أحد، وكان له تأثير استراتيجي، كانت نقطة تتوحر بها القوات الأمنية. من بعدها تم الاستيلاء عليه من قبل المتظاهرين، ولذلك تحول إلى رمزية. هناك رمزية مهمة في هذه القضية قبل أن نتحدث عن الموقع الاستراتيجي. لذلك نشوف أنه سرايا السلام قد استحولت على هذا المكان واعتبرته نقطة للتظاهرات. اليوم نعرف أن ساحة التحرير هي مركز رئيسي للتظاهرات منذ 2011 ولغاية اليوم هي مركز رئيسي للتظاهرات باعتبارها رمز وطني. أما موقع المطعم التركي هو مسيطر ومطل على المنطقة الخضراء، يعني إطلالة بالتام على المنطقة الخضراء، وهي باب من أحد أبواب المنطقة الخضراء، وكذلك مسيطر على يعني هي نقطة فاصلة ما بين الكرث والرصافة. لذلك أشوف أن هذا المكان مركزي ومهم جدا بالنسبة لسرايا السلام مسيطر عليه. أشوف أنه من يستحوذ هذه النقطة هو يكون مسيطر. أما بالحديث عن المصادمات التي حصلت مؤخرا، هو يعود الى قضيه الليله الداميه اللي حصلت في بغداد بعد الانتخابات الماضيه. ليس شرطا مصادمات، يعني ممكن نتوقعها، بل تظاهرات شعبيه مثلا. هي تظاهرات شعبيه لكن بدا باحتكاك، وهذا الاحتكاك البسيط قد يحصل نفس ما حصل في الليله الدمويه. لكن انا اشوف انه السيد الصدر كانت لديه اوامر بالانسحاب وعدم الاحتكاك، وهذا هو حتى لا تعيد المشهد مره اخرى للصراع الدموي. لانه اليوم نعلم أن هناك مشكلة ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بسبب انسحاب الصدريين من العملية السياسية وترك المساحة إلى الإطار التنسيق، وكذلك قضية أنه التغريدات الأخيرة للسيد الصدر بقضية حركة السفيرة الأمريكية والانصياع على السفيرة الأمريكية بهذا الشكل الكبير، هذا بحد ذاته هو رسالة واضحة. لا ننسى أنه اليوم التيار الصدري والسيد الصدر انسحب من العملية السياسية، لكن ما زال فاعل بالعملية السياسية بشكل كبير جداً.